staring out the window. I'm reaching for a North Star. Waiting just to wake up. جايزة دي 7 أقسامين. أنا نورمالمون ما كنفيقش ل 12، واحدة جوج ثلاثة، مي قلت علاش اللي ما نفيقش اليوم مع 7 أقسامين. سو ليتس جو. ما عرفتش جايز واش أنا بوحدي، ولكن كاين شي ناس اللي كيجيهم يشربوا الماء مع الصباح صعيبة، ولكن أنا راه ما نقدرش نفيق وما نشربش الماء مع الصباح. أول حاجة كنديرو هي كنشرب الماء، ما كنقدرش. جايز نفهم الناس اللي كيقول لك ما كنقدرش نشرب الماء مع الصباح. جايز كاين المود ديال البرد، عرفتوا شنو هي؟ كاين المود ديال البرد. ولكن جايز اليوم غادي نديرو يوغا. ياس غادي نديرو يوغا، هادي اول مره في حياتي جايز غادي ندير يوغا. ولكن راه ما كاين ما يدار. تخيلوا انني فقت مع 7 ديال الصباح، كايناش الظلمه ولكن بريس كاينه الظلمه برا. صراحه عمرني ما درت يوغا، لايك كنشوف البنات كينوضوا مع الصباح ولا روتين ديال الصباح ديالهم جايز كتكون زوينه بزاف، وكيفيقوا ناشطين وكيديروا يوغا. كاين اللي كيمشوا مع 5 ديال الصباح كيمشوا يديروا في لاصال، ولكن انا جايز ما دخلتش لاصال. وبما انني فقت بكري اليوم، سو علاش اللي ما نجربوش نديروا يوغا؟ سو وي جوينغ تو دو سام يوغا. غادي نوضوا نديروا اليوغا وما ادوش على راسي ولا كي البيضه، ولكن خصني نجمع شعري لحقاش غادي نديروا يوغا. I don't think like that, she says to me. I can't help but feel the subtleties. So if it all expires, I guess the date's not what it seems. But I can't help it, boy, she says to me. I'm not sure I truly gave. هادي اول مره غادي ندير شي حاجه بحال هكا في حياتي. سو ليتس جاست ليف ذا مومنت وصافي، وما تضحكوش عليا. If I made just one mistake, it's not speaking with my chest. Maybe I'll just cry a little less. The tension headaches always get to me. Often leave me days wondering. So do you mind if we rewind? 'Cause my mind's on other things, but I'm not sure you'd find them interesting. And maybe I should practice how I feel instead of trying to reinvent the wheel. I know I overcomplicate, but simplicity's surreal. It doesn't. I'm
then guys خفت نشوف الاول يوغا كنت كنشوفهم في يوتيوب وكنت كنشوف الناس فاش كيديروا كانوا guys كيبانوا لي الحركات ساهلين وداكشي زوين واليوغا ساهله كاين guys شي حركات اللي صعاب بزاف ما تقدروش كاع ديروهم انا تقدروا نتوما ديروهم ولكن انا صراحه ما قدرتش نديرهم ولكن guys I feel so fresh my first time yoga دازت مزيانه اكتشفت بلي عندي غير شمعه واحده هاد الشمعه واحده شفرتها لاختي خصني شمعات اخرين صراحه كنفكر انني نشريهم ولكن ما عرفتش منين حقاش it's so cute guys كيعجبني نشعلهم في الليل وكيعجبني نشعلهم بحال دابا في الصباح فاش كنفيق هذاكشي علاش نقدر فاش نمشي نشري شمعات وحدين اخرين لحقاش I really need them هادي guys راه ديجا بخيت قربات سالي so خصني شمعات guys باقي لا فطر دابا ساليت خصني دابا guys نمشي لا بوست نصيفط لواحد البنت واحد لا كوموند بزاف ما كيعرفوش عندي واحد لا باج كنحط فيها بحال دابا الحوايج اللي ما كنلبش باقي نجدد وما كنلبش كاين شي حوايج guys خديتهم من فاشن نوفا وما لبستهمش ما درت بهم حتى شي حاجه guys بما انهم باقيين جداد ومحطوطين عندي فقلت علاش لا ما نعاودش نبيعهم يعني نستافد منهم guys كياخذوا من عندي بزاف ديال البنات ولكن اليوم ما عنديش بزاف ديال لي كوموند اليوم عندي كوموند وحده guys غادي نمشي نصيفطها سو ليتس جو فوالا جايز هاد جاكيت عمرني ما لبستها صراحه وزوينه بزاف وديال الجلد صحيحه راه كنت وريتها لكم سو هادي اللي غنصيفطها للبنت تخيلوا اني عمرني ما لبستها وديجا جاتني كبيره بزاف لحقاش انا ضعيفه فو جايز من اللور شحال زوينه سو بغات هذيك البنت غادي نصيفطها لها دابا غايز غادي نمشي دابا لابوست كنعرف الصراحه ندوز لياتو ولكن ما عرفتش واش غادي يكون دابا حال ولا ساد غادي نحاول ندوز لياتو باش ناخذ دوك الشميعات اكثر حاجه كتعجبني هي نشعل دوك الشميعات في الليل اولا في الصباح كتعجبني نشعلهم ونطفي الضو يبقاو دوك الشميعات شاعلين ولكن كيعجبني كيكونوا بارفيم كتكون فيهم شويه الريحه غادي ندوز المرجان غير خصني ندوز المرجان باش ناخذ انا في كل فلوغ كناخذ با ديال بيتزا لحقاش بيتزا هي الحاجه الوحيده اللي كنقدر ناخذها في الليل انا ناخذ بيتزا ناخذ سام سناكس ناخذ شي حلوه ولا شي حاجه سو ليتس جو Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking all the details start to sink in. But I don't care about the right now. Spend the summer in this beach house. I'm back مشيت نشري حاجه وحده صدقت شريت 100 حاجه بلاتي انا ندير لكم اون خديت بزاف ديال الشميعات تلاقيت كايز بواحد البنت فياتو شي سو سويت شي سو كيو ضيفه كايز بزاف هي اللي وراتني هادو خديت كايز هاد الباك فيه بزاف ديال الشميعات عرفتوا كايز هادو الريحه ديالهم شحال زوينه عرفتوا الريحه ديالهم فخاز فخاز ما عرفتش كيفاش نوصف لكم الريحه ديالهم ولكن بحال داكشي اللي كنديروه للبودي ديالنا لي كريم ديال الفخاز وداكشي يا كايز هادو كانوا 19 درهم ريحتهم زوينه فيهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فيهم جايز 10 ديال الشميعات صغيرين هادو باش زوينين كتشعلوهم واحد الوقيته على ما يساليو وديروا الاخرى وتسالي الاخرى وديروا الاخرى كيشوفو فيهم بزاف خديت جايز بحالهم هذا خديتو ديال لي فخوي كاملين عرفتو جايز الريحه ديالهم حتى هو شحال زوينه المهم جايز حتى هادو 19 درهم حتى هما فيهم 10 وزوينين ابري خديت هادي اللي في القريعه بحال هكا هادي جايز ديال الكوكو وريحه ديالها زوينه داك الكوكو اللي ماشي مجهد داك الكوكو اللي بارد بزاف لا جايز الريحه ديالهم زوينين هادي كانت 25 درهم وقيلا 25 درهم ولا 20 درهم زين جايز دابا غادي ندوزو لداكشي خديت من المرجان ناري عرفتو كندخل المرجان كندب اوكي اول حاجه جايز خديت شاب لاباط ديال بيتزا خديت ميلكا هادي اللي دايره بحال هكا اي لاف ذيس خديت ميلكا وحده اخرى هادي ديال البندق بندق ايش شي لاخر جايز اللي خديت خديت كلشي موناضه ديال العراسات ديما كنوري لكم ولكن جايز ام ابسيست ويز ذيز سو مول فكناخذ ديال التفاح دابا خديت ديال التفاح وديال الليمون هادو هما اللي كنشربو في العراسات سو ناو وير جوين هوم
اوكي فوالا جايز رجعت دابا للدار بيت نوريهم لكم باش يبانوا لكم زعما قريب الا كنتو بغيتو تاخذوهم من ياتو حداكم شي ياتو دير نصحكم بهاد جوج وحتى هادي واعره ريحه ديالها جايز دوس بزاف وزوينه وشوفوا جايز باقي الله وصلتني دابا جبالي ليفغور فاينالي وصلتني لا كوموند ديالي من فاش نوفا مكرهتش نوريكم شنو خديت عرفتو خديت داكشي زوين جايز انا ما قيستهمش ولكن غير شفتهم بغيت نقيسهم معكم في لا فيديو ماشي في هاد لا فيديو جايز في لا فيديو الجايه ان شاء الله نقدر ندير اول سو باش نوريكم عرفتو اكثر حاجه كنت اكسايتد ليها وهي هاد البوكس غتشوفوا لا فيديو الجايه شنو فيه سو جايز سي تيوند لا فيديو الجايه لول غتشوفوا شنو خديت هنا جايز باقي لا سيد دابا الماكله انيويز جايز يلاه هضرت معايا فاطمه زهره قالت لي بلي غادا تجي وجايبه الورد ما عرفتش علاش غادي تجيب الورد كنتفكر شنو كاين اليوم شنو كاين اليوم علاش غادي تجيب الورد سو ام دوين سام ميك اب ما غاديش ندير ميك اب بزاف ما عرفتش واش كتلاحظوا ولكن جايز انا في كاع لي فلوغ ديالي في كاع لي فلوغ كلشي ما كنديرش ميك اب ما عرفتش واش لاحظتوا ولكن جايز انا في ريل لايف راه ما كنديرش ميك اب كندير ميك اب غير فاش كنكون بحال هكا كنت مسافره اولا لا كنت غادي نصور لكم شي فيديو في يوتيوب غادي ندير معكم ميك اب ولكن دابا قالت لي فاطمه زهره ديري ميك اب لحقاش هي كتصور شي حاجه سو شي علاش جايز غادي ندير غا كونسيلر ما غاديش ندير حتى ماسكارا ما غاديش نديرها هاد اليامات ما بقيتش بغيت ندير ماسكارا غير هاد اليامات نخلي شفاري يرتاح واحد شويه غنديرو بلاش غيبان لكم عيني من فوقي واحد الشيء ولكن انا راه كليت وتكيت واحد شويه عاد جيت نصور لكم دابا بيان سور غادي نتكى لحقاش شي ما فقت بكري على شنيه تفيقوا مع 7 ديال الصباح ضروري كان خصني ندير قيلوله صراحه نعس وقيل جبون شي نص ساعه المهم ديك نص ساعه هرست بان نعس واحد شويه وصافي داكشي علاش كتشوفوا دابا عيني من فوقي لاباس كيفاش اعطيني ورودي اي هاي هاي ما قلتيش لينا زعما شنو المناسبه انا ماشي مراه هذا عندي اه سنة لا شكون الورده اللي خبيتيها وجيتي لورطي انا هي وردتي انا هاي وردتي انا ها هي وردتي من كبر انت احسن وردتي ولا وردتها وردت يلي. ما عطيتش الورده الكبيره الحق يا راه امك نحيت ماما مالها انت اللي تقدرتي مع ماما مسمومه شوفي بوسيني حل مسمومه بوسيني انا نبوسك اه جايز ما عرفتش واش عرفتوا هادو اللي كيكونوا بحال هكا كيديروا بهم دي ماساج للوجه
مال هادشي فين مشى. المهم قالت هادوك اللي كيديروا بهم مساج الوجه كنت شفت في علي اكسبريس صراحه كنت بغيت ناخذو مثلا شي 7 دراهم جو بونس لهادي غالي اختي 55 درهم او يلي. المهم قالت كانوا دايرين 5 دراهم بحال هكا لكم مع 7 دراهم في علي اكسبريس لكن جايز ما غادي يوصلوني على شهر سو داكشي علاش دخلت دابا الجوميا دخلت غير كنشوف جايز دابا يجبل لي هادي ب 37 درهم جاتني لو بري رخيص صراحه سو غادي ناخذها. عرفتو جايز زوين كديروا بهم مساج بحال هكا الوجه عرفتش جايز واش عرفتوهم ولكن انا غادي ناخذ هادي لحقاش كتقدروا ديروها في الثلاجه حتى كتبرد وكديروا بها مساج لوجهكم اللي راه كاين شي 37 درهم ولا ليفغيزون جو بون شي 25 درهم. لا جايز لا ليفغيزون هي 15 درهم جايز. انا غادي ناخذها دابا سولا بغيتوها هي عقلوا لا على السميه ديالها ديروا لها كوبي كولي في جوميا ولا سيت ديال جوميا وخذوها كوموندي.